تعد إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. وفقاً للمؤشرات الرسمية الأمريكية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار. بلغ حجم المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل ما بين عامي 1946 و2023 بحسب التقديرات الأمريكية الرسمية نحو 114.4 مليار دولار، إضافة إلى نحو 9.9 مليار دولار للدفاع الصاروخي. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن حجم المساعدات أكبر بكثير مما جاء في التقديرات الرسمية. مؤخراً أوقفت واشنطن إرسال شحنة أسلحة لإسرائيل تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها نحو طن، وكذلك 1700 قنبلة تزن الواحدة منها نحو ربع طن، فضلاً عن قنابل SDB-1 وهي عبارة عن قنابل انزلاقية دقيقة التوجيه تحتوي على أكثر من 100 كيلوغرام من المتفجرات. هذه الأسلحة التي أعلن تعليقها لا تدخل ضمن حزمة مساعدات أقرها الكونغرس في أبريل الماضي، وشملت 26.4 مليار دولار من الدعم العسكري لإسرائيل. صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد كشفت في وقت سابق عن 100 صفقة أسلحة أرسلتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، لم يعلن رسمياً سوى عن صفقتين منها فقط. تضمنت الصفقتان ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار ومكونات لازمة، صنع قذائف من عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار. تجدر الإشارة هنا إلى قرار واشنطن الأخير، لأنه ليس الأول من نوعه، ففي عام 1982 فرض الرئيس الأمريكي أنذاك رونالد ريغان حظراً لمدة 6 أعوام على مبيعات الأسلحة العنقودية إلى إسرائيل بعد تحقيق للكونغرس أظهر أنه أو أنها استخدمتها في منطق أو مناطق مأهولة بالسكان في لبنان. لكن قرار تجميد إرسال الأسلحة لإسرائيل هذه المرة أثار موجة كبيرة من ردود الفعل المتباينة بين الديمقراطيين والجمهوريين. نتابع.